السلام عليكم احلى متتبعين، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله. ونبداو ان شاء الله بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق، اني غناخذكم في جوله لمحل نشوفوا فيه الاثاث المنزلي او ستادير طوابل، هما مونطين ومقادين. قبل شديتكم لذاك المحل عند حسن، يعني شفتو انواع النقوشات وانواع الطوابل النقوشات اللي كيترشموا بهم الطوابل، وشحال من حاجه شفناها. وهنا غنشوفوا هذاك الشيء يعني بالتدقيق في ستادير وفي الطوابل مونطين ومقادين ان شاء الله عند عزيز. غنخلي رقم الهاتف ديالو، واللي بغى شي حاجه ان شاء الله يتواصل معاه. ومرحبا بكم في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتاخذوا فكره اكثر على الاثمنه وعلى جميع الانواع اللي كاينه في هذه النقوشات وتف الطوابل في ستادر في ليكوا وفي اي حاجه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم متابعين ديالي داخل المغرب وخارج ارض المغرب. ما تنساونيش دائما من لايك، وشكرا لكم والف شكر لكم متابعين ديالي، بكم انا مستمره والقناه ان شاء الله نتمنىها تكبر بالفضل ديالكم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، هنايا جبتكم عاوتاني للمحل فين مصاوبين فيه طوابل وفيه سدادر كيف ما كتشوفوا، برلين صبوغين مقادين. ما هادو الموديلات اللي كنا كنشوفو قبيله، دابا هنايا صافي راه ملصقينهم في السدادر ومصبوغين كيف ما كتشوف. كيجيو في السدادر زوينين ومفيرنين تبارك الله، زوينين ما شاء الله، وكل حاجه والثمن ديالها. وان شاء الله اللي جا هنايا راه غادي يتعامل مع صاحب المحل، اثمنه اللي هي في المتناول ان شاء الله باذن الله، وما غيكون غير الخاطر ديالكم. هنا كنوريكم الموديلات كاملين اللي كاينين والالوان ديالهم، الصباغه ديالهم كيف ما كتشوفوا، خدمه اللي هي متقونه. كنعتذر على صوت الماكينه، راه كاين خدامين هنايا في هذا الشيء، اللهم يسر يا اخي الراحمين. هنا غادي يعطينا صاحب المحل الاثمنه ديال كل حاجه، وان شاء الله ملي غتقولوا لي من طرف قناه نجاه ايوب غيكون غير الخاطر ديالكم ان شاء الله، وغتكون الاثمنه مناسبه باذن الله. نبداو بهاد الموديلات الزواقه، هادو كيدوا 5000 ريال، ديك الزواقه اللي كتكون عامره دايره 5000 ريال. هاد الابيض سامبل 4000 ريال، وهاد النقص هادي 5000 ريال، هاد كلهم هادو 5000 ريال، كلهم ياك تم تحت. كاين تاني هاد الموديلات تا هما نفس الثمن 5000 ريال. انا كنوريكم الالوان، كنوريكم حتى التشكيلات وحتى الرشمات اللي فيهم. هذه اش كيقولوا لها؟ هذه السنفري، السنفري يعني. انا نتمنى هذا الفيديو يكون قربكم من هذا الشيء، موديلات زوينين ان شاء الله والاثمنه وخدمه نقيه ومتقونه. شرفنا بالاسم ديالك عزيز، عزيز ان شاء الله. عزيز راه كاين في المسيره، غنخلي رقم الهاتف ديالو طيله الفيديو، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه وان شاء الله ما غيكون غير الخاطر ديالكم. كاين هاد الصندريه اختي كدير في سيان فراس 12 افريل، هاد الصندريه كيف ما كتشوفوا مونطيه مقاده 12000 ريال. هنا هادو مرشيمات اللي كنا شفنا قبيله شفناهم، دابا شفناهم في الصندريه مونطيه مقاده. هنايا صافي كتبقى بحال هكا ما كتبيرناش، هاد اللزاجه كدير اللزاجه هنايا، كتجي زوينه وخدمه متقونه، وتا العود اللي خدامين به زوين، عود ديال الشوك. كاين بحال هاد الموديلات تما 4600 ريال، كاين هاد الموديلات حتى هما كيف ما قال شحال قلتي لنا 4600 ريال، 4600 ريال هما الاشكال اللي كاينين فيهم. كاين هاد الموديل تا هو 5000 ريال، النقوشات اللي بغيتو كاينين والاثمنه اللي بغيتو ابتداء من 5000 ل 6000
هادو كما كتشوفو 5000 ريال. هنايا هاد السوندريه حتى هي كاينه خدمه ليا متقونه، وهنا ضروري غيدير ليها الزاج صافي. كاينه هاد الطابله حتى هي، شحال العبار ديالها؟ 25. العبار ديالها شحال؟ 25. 25 الطابله الثمن ديالها؟ اه 36. المهم هاد الطابلة مخدومة مقادة 36، وكدرو لها ضروري الزجاج. المهم هادو هما الرشيمات لي شتو قبيلة، وريتكم في الفيديو السابق. هنايا صافي كيمونطيوهم في هاد الطوابل، والعود دائما اللي كيخدمو به هو عود ديال الشوك، يعني أحسن عود، أحسن ماركة. هو هذا نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. واللي بغى شي حاجه غنخلي رقم الهاتف ديال سي عزيز طايله الفيديو، وان شاء الله ما غيكون غير الخاطر ديالكم، اسمينا مناسبه وعمل اللي هو متقون. زهره حتى هي غتورينا اشنو هذا الموديل، اش كيقولوا ليه؟ هذا كوان فرماجه، كيجي في لي كوان ديال الصالون. هذا ديال الفرماجه، كوان ديال الفرماجه، هذا ديال الصالون، كيجيو في ديال الصالون. ورينا ثاني شي حاجه اخرى، كاين هذا الموديل، هذا الموديل حتى هو، حتى هو ديال الفرماجه ياك، كيجي فوق قمت، كيجي فوق السداري ديالو. اه عنده السديري ديالو فرماجه، وكتقبل فوق السديري ديال الفرماجه. اه كيبقى هذا لتحت باين والسداري الفوق. شحال الثمن ديال هاد الكوطيه؟ كيبقى الكوان ديال الكوان كيبقى 600 درهم. 600 درهم 12000 ريال. كتشوفوا 12000 ريال هاد الكوان، وهاد الكوان فيرني 11000 ريال، 550 درهم. ما كتشوفوا كاين هادو شنو كيقولوا؟ هادو لي زاكودوار، التكايات اللي كيكونوا بالجناب. كاينين بزاف لي موديل، كاين هذا الموديل دابا اللي ولا دابا لا طوندونس هو الريزو، هو هذا هو اخر موديل هو الريزو. الريزو كاين هذا كيقولوا له كنيه ولا جامورا. وكاين هذا كاغي كيجي هكا، كاين هذا اللي كاغي، ثلاثه الموديلات، ولكن اللي خارج جديد هو الريزو، هو هذا الريزو. كاين هذا الموديل هذا ديال البيبليوتيك، هذا ديال المكتبة. اه زوين. كاين هاد الموديل ديال راس العود، هاد الموديل ديال راس العود، راس العود. اه شحال الثمن ديالو؟ هذا كيبقى 3 متر، 3 متر شحال الثمن؟ 15000 ريال. 15000 ريال هذا ديال الريزو، 15000 ريال. وكاين هاد السامبل شحال داير؟ كيبقى 2 متر ب 10000 ريال، 2 متر 10000 ريال، 500 درهم. كاين هاد الموديل سامبل، هو واجد هنايا على حسب الطلب ديال الكليان. بروت هذاك، بروت. اه اللون في اللون، شحال الثمن ديالو؟ بقى 3600 المترو، 3600 المترو. هادو ديال الصالون الواجدين ديال الكليون ديالهم، لقيتهم واجدين كيف ما كتشوفوا. انا وريتكم غير الموديلات، تبارك الله خدمه ليا متقونه، والاثمنه ان شاء الله في المتناول. غنخلي رقم الهاتف طايله الفيديو، اللي بغى شي حاجه يتواصل مع صاحب المحل، وغيكون ان شاء الله غير الخاطر ديالك. كنتمنى هذا الفيديو يكون قربكم من الاثمنه، من الموديلات، من جميع النقوش، سواء في الطوابل او في الصدادر او في الكوان. كنتمنى تكونوا خديتوا فكره، وشكرا لكم متتبعين ديالي. وإلا كان كيعجبكم مثل هاد الفيديوهات، ما تنسونيش من واحد لايك ضرورية، واحد تعليق محفز إن شاء الله بإذن الله، باش نبقى دائما نوجد معكم بحال هاد الفيديوهات. شكرا لكم، وإلى الملتقى بإذن الله.